تفضل السيد وزير الدفاع. تفضلي جنابك، تفضلي جنابك. تفضلي تفضلي جنابك. تفضلي لا اطلع برا القاعة تطلعين. تفضلي. مو بهالطريقة هاي. مو بالاتهام، مو بالاتهام. مو بالاتهام. تفضل جناب. تفضل. يا اخوان شكرا جزيلا، شكرا جزيلا. انا فقط اريد اقول لا نجعل الارهاب يربح مرتين. مره يقتل ابنائنا ويهدم بيوتنا ويخرب البنيه التحتيه، ومره ثانيه يحاول بسبب الارهاب نفت عضد التماسك فيما بيننا لإدارة هذا البلد. يا أخوان ليس أنتم فريق ونحن فريق، نحن فريق واحد نواجه محنة واحدة، فخلونا ننطلق من هذا الجو لكي نصل إلى الحقائق. مثلما أنتم مكلومين ومقهورين ومجروحين، أحنا كذلك. البحشي الله يرضى عليكم، مو هاي القصة. أحنا عندنا في الأنبار كلهم سنة، عشيرة سين ما أرد أذكر اسمها لكي لا أسيء لهم، 70% مع داعش و 30% ضد داعش. الذين مع داعش يغزون أبناء عمومتهم ويأخذوا نسائهم سبايا. لا تخلونا نتكلم بالتفاصيل. فهذه طريقة لإلغاء حياتنا، طريقة لفرض قيم جديدة علينا، طريقة لفرض أسلوب جديد علينا، طريق لفت مواطنتنا. فالله يرضى عليكم، كونوا معانا لا تكونون علينا. وشكرا جزيلا. شكرا. شكرا. أحد الثاني وهو مهم ومزعج، أنا ما كان بودي أشير له لكن راح أشير له في ختام هذه الجلسة، هو الحاضنة الاجتماعية التي كانت حاضنة طاردة لوجود الجيش. كان هناك من يتهم الجيش بمختلف التهم قبل أن تأتي داعش، ولهذا هناك تأليب اجتماعي وسياسي ضد الجيش، ولهذا انكسر الجيش. يا أخوان كان الجيش مكسور، كان الجيش لا يشعر بأن هناك من يمسك ظهره. لا تدعوني أتكلم بالتفاصيل، هناك الكثير وأنتم تعرفون ذلك. تفضل تفضل تفضل. يعني تفضل. أنا ردت السادة النواب، أنا ردت ستة أشهر وأنا أصرخ في الأنبار يا أخوان يا أعزاء، ذولا داعش؟ الكل قالوا لا والله مو داعش، قالوا ذولا ثوار، قالوا طلاب حقائق. وأنا تكلمت مع الجميع، لا أريد أن أشير ببعض الأسماء، وأحد الأخوان قال كلمة لن أنساها، قال والله أنت دائما يا أخي تسعى لكي تسحب مصادر القوة من أيدينا. أي مصدر قوة داعش؟ أي مصدر قوة هذا؟ مصدر ذل ومصدر إهانة. فأنا لا يا أخوان، الله يرضى عليكم، الجيش عانى والقيادة عانت ولا زالوا يعانون. أنا حينما أتكلم بصراحة يزعل طرف ويرضى طرف، لكن هذه مسؤوليتي أمام الله وأمام الناس، بأن الجيش العراقي لم تكن له حاضنة دائمة له، ولهذا أصاب ما أصاب. فمرة ثانية وفروا الحاضنة لهذا الجيش. يا أخي أبناءكم وأهلكم، والله ابن الناصرية يستشهد في الأنبار لكي تدخل العائلة إلى البيت بسلام، لكي تدخل بسلام.